يركب على طيارة الايرباص 350، وهولي من المحركات اللي هو latest generation إذا فينا نقولهم. أول شيء لأنه بالنسبة للفيول efficiency هيدا واحد المحركات يلي قدر إنه ينزل الفيول consumption أكثر من 10-15%. هيدا المحرك اليوم راكب على طيارة اللي هي بتطيل أطول رحلة مبرمجة بالعالم يلي هي أكثر من 16 ساعة. هيدا المحرك بالنسبة لسرعته واحد من الأسرع التيارات يلي هي تيارات الوايت بادي بالعالم.